قبل قليل وصلت سيارة إسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني حاملة معها عدد من الشبان المفرج عنهم عبر حاجز نت سريم. يعني للأسف يعني مشاهد مؤلمة جدا، هؤلاء الشبان تعرضوا للتنكيل وللضرب والاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال. بجانبي في هذه اللحظات أحد المفرج عنهم في هذه الأوقات، يعني لربما تشاهدوا هذا الإجرام الإسرائيلي. ماذا حل بهذا الشاب الذي يعني يتواجد بجواري في هذه الأوقات؟ هذا الشاب الذي يعني لربما تشاهدوا ما يوجد على يديه بفعل يعني المقابض الحديدية، وكذلك يعني الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال. هناك دلالات على هذا الشاب، سنتعرف أكثر ما حدث مع هذا الشاب والأسير الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتداء الاحتلال عليهم واعتقالهم عبر حاجز نت سريم، وأفرج عنهم قبل قليل سلموا لي الهلال الأحمر فلسطين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أحكي لي شو اللي صار معك بالضبط؟ إحنا كنا في دارنا، يوم من الأيام طلع جيراننا واحد طلع على الشارع، اللهم قنصوه، عرفنا إنه في قناص في المنطقة، قعدنا لبدنا في دارنا، طلع أخوي ينقذه قنصوه، الثاني قاعد جنبه، اثنين استشهدوا الله يرحمه من دار عياد. إحنا ساكنين في شارع السكة. يوم من الأيام قعدنا يوم والتاني والتالت، خلصت المية عنا ولا نشرب مية ولا نأكل زي الخلق، محجوزين في غرفة لحالنا وخايفين. صار علينا ضرب قذايف، اقتحموا الجيش، اقتحموا الدور، حقشوا الدور بالدبابات وبالجرافات، خشوا علينا على الدار، صاروا يفجروا في الدار ويطخوا، وقلنا لهم احنا مدنيين معناش أي حاجة. خدونا واحد واحد، أول شيء أخذوا الحريم قلطوهم، واحنا خلونا نشلة هريانين، صاروا يطلعوا يقول لك لف هيك اشوفك ايش لا يكون معك حاجه. بعدين لبسنا طلعونا اخذونا على مكان وقعدونا على رجلينا، شلحنا بس في البوكسه ولا شبحها ولا حاجه، بس ربطوا ايدينا، ربطوهم لورا بكلف شهد مرابط وشدوهم على الاخر. طاقف ايدي، هي ايدي، حتى الدم كان الشيء صار زي الخلق، ايدي كان مورمات ايدي. اخذونا غياد، بعدين لبسونا وكممونا، غطونا عينينا وقعدوا، خذونا على دار كلها مليانه، على الارض مليانه رز، 5 ايام واحنا مرميين في الدار هذه، لا اكل ولا شرب. شربه الميه اللي نشربها بجيب عقد سده وبقول لك شيكت بزلك بضربه. بسال وين ابويا، انا قاعد بسال وين ابويا، ابويا مريض سكري، ابويا هاي مرمي جوا لما اجى معنا مرض سكري. بسال وين ابويا، ابويا مريض لا بشرب مية ولا بروح الحمام، وانت عارفين مريض السكر الاصل انه يروح الحمام باستمرار ويشرب مية. 5 ايام ما اخذش انسولين، صار يضربني بالبصار على صدري، وصار يضربني البرودة على ظهري، كسر ظهري وصدري، وانا قاعد زي هيك باصبع عامل زي هيك، اصبع لحاله عامل من دون ايدي عامل لورا زي هيك، خبط عليه فرمه بالبصار وصار يقول لي شيك، صار يغلط على ربنا، يغفر يغلط سبلي. ابويا مريض سكري، كان يصرخ صراخ بدي اروح الحمام مش قادر، بدي يروح الحمام، كان يضربوه كسروه تكسر شفروه وهو عريان، كان انا رحمونا عشان سني تحت ال 18 اكلت كتل بس مش زيه. ابويا يوم مش قادر يمشي على رجليه تكسرت وصدره كله وجسمه كله، اي قاعد بيصرخ بده انسولين معهوش ولا حاجه، اخذوا هوياتنا واخذوا جوالاتنا، امي وخواتي بعرفش عنهم اي حاجه، من اول يوم اخذونا فيهم اخذوهم مش عارفين وين ودوه، وين ودوه مش عارفين. في اكثر من 60 نفر ضلوا اعمارهم فوق ال 18 اخذوهم على السجن، قالوا دوبنا حقق معهم، من ضمنهم الي اخو كمان. احنا 3 انفار اخذونا، انا وابويا واخويا وجارنا المستاجر تحت، كنا قاعدين عنده، وجارنا الثاني برضه مستاجر عندنا لحاله، جارنا المستاجر تحت هو وعياله كلهم، والمستاجر فوق كان جاي ياخذ اغراض من داره، وقعد عنا علق عنا قاعد، ضلوا قاعد عنا وضربونا كسرونا مش عارفين عنهم اي حاجه. بس ابويا اللي قدرت اشوفه بس، وقدرت الحمد لله اني قدرت اشوفه وقدرت اجي معه هان. لولا ايش بقول قديش عمرك؟ بقول له عمري 16 سنه. قال له بقول لي وين ابوك؟ بقول له ابويا هان موجود. قال لي ايش اسمه؟ قلت له اسمه محمود سليم. زعق عليه واجا قعدني جنبه، قال بنطلع بس الطفل وابوه، الباقيين اخذناهم على الحاجز، اخذناهم على السجن نحقق معاهم، الله اعلم ايش صار فيهم. اخويا مش عارف عنه حاجه، ما شفتوش طول ال 5 ايام، وانا مغمي عيني مش شايف حاجه، وايدي مربطه مش شايف اشي، وتعبان والله كسروني تكسر، والله ما انا قادر.
طيب يعني يمكن اسالك اخر سؤال، يعني ربنا وشي يشفيك ويكون بعونك، عن اعداد الناس اللي شاهدتهم او تم اعتقالهم. الحاره كامله، الحاره الكامله زياده عن 100 نفر، كلهم شباب وزلام. واحنا لما نقلونا من الدار كنا فيها في الشجاعيه في الزيتون، احنا كنا عارفين يعني دار قريبه، نقلونا على منطقة بعيدة، نقلونا بشحون طول الطريق، نقلوا من الساعة 4 الفجر تقريبا وصلنا يمكن على الساعة 7 8 زي هيك، طول الطريق ويسلخ فينا في السلك ويرش علينا مية ساقعة واحنا عريانين والدنيا تلج، سقعانين على الآخر مش قادرين، لما وصلنا غادة لو بقولنا شيكت وصار يخبط فينا ورمانا على الأرض، بقولنا أنتو خماس أنتو خماس، رمانا على الأرض وكسرنا. ولما اجوا نقلونا بالجبات ومربطين ومكممين ومش شايفين مخنوقين، تقول له مخنوق مش قادر ولا ايدي جاعتني، يقول لك شكت وضل يخبط فيك، يقول لك اخرس وضل يخبط فيك، رمونا على الحاجز وجينا من الحاجز للجسر، على الجسر لما اجى الاسعاف لما لقينا حدا معه جوال، احنا ما لناش لا جوالات ولا هويه دخلوها. وصلتم يعني هان بعد نقلكم بسياره الاسعاف؟ لقينا سياره اسعاف صحيح، رن عليها الشباب واخذونا. الحمد لله على سلامتك، شكرا لك، ارتاح بجانب الكاميرا. الحمد لله على سلامتك، يعني إفادة وشهادات مؤلمة بالحقيقة من قبل هذا الشاب بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا باعتقال مجموعة كبيرة من الشبان، بل العائلات الفلسطينية في حي الزيتون وحي الشجاعية، وقام باقتيادهم للتحقيق في غرف يعني مجهولة، واقتيادهم بالداخل الفلسطيني المحتل. تم الإفراج عنهم هذا اليوم، وشاهدتم هذه الصورة التي هي بنفسها من تحدثت ووصفت عن المشاعر التي يمر بها هذا الشعب. محمود، هل من معلومات كم عدد من أفرج عنهم ومن تبقى لدى الاحتلال حتى الآن؟ يعني حتى هذه اللحظات ما وصل لمستشفى شهداء الأقصى هم 5 شبان، بينهم رجل كبير ووالد هذا الشاب، أفرج عنهم بعد أن نسق للهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول بسيارة واحدة لمنطقة نتسريم، حيث تم استلام هؤلاء المواطنين المفرج عنهم وهم عراة بشكل كامل بدون ملابس، بعد أن أجبر الاحتلال هؤلاء الشبان على الوصول لمنطقة حاجز نت سريم مفترق الشهداء بدون ملابس بعد أن جردهم منها. وهذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي عند اعتقال أي شاب. فقط 5 من الشبان أفرج عنهم قبل قليل ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى، والآن يتم يعني إجراء المتابعة الصحية لهم وكذلك إدخالهم لقسم الرعاية الطبية. هل من معلومات عن حجم الإصابات؟ يعني الإصابات التي وصلت كما شاهدتم هي إصابات اعتداء، ضرب على الأطراف السفلية من الجسد على الرأس، وكذلك كسور تعرض لها 3 شبان، شاهدنا شبان أو 3 من الشبان داخل سيارة الإسعاف تعرضوا لكسور في اليد وفي القدم، وقد تم يعني وضع جبيرة على هذه الأطراف وتم نقلهم عبر الأسرة لداخل قسم الاستقبال هنا في مستشفى شهداء الأقصى. بطبيعة الحال هي إصاباتهم ما بين متوسطة إلى أو ما بين طفيفة إلى متوسطة، ويتم الآن التعامل معهم طبيا داخل قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. طيب، ماذا عن بقية الأوضاع، العمليات العسكرية والقصف؟ يعني بطبيعة الحال الغارات الإسرائيلية هنا وسط قطاع غزة لم يعني تتوانى ولم تتوقف ولم يتوانى الاحتلال عن التوقف من جرائمه، وكذلك الغارات المستمرة على قطاع غزة. كان آخر الغارات الإسرائيلية القصف المدفعي المتواصل على الأطراف الشرقية لمنطقة أبو العجين ومنطقة أبو هولي إلى الشرق من مدينة دير البلح، إضافة ليعني مناطق تعرضت في مدينة دير البلح لقصف من قبل الطائرات الحربية، منزل لعائلة سلمان وهي عائلة الزميل المصور أحمد سلمان، عائلة شقيقته قد استشهد 6 من أبناء شقيقته، إضافة لزوجة الطبيب يعمل هنا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وعدد آخر أيضا من المواطنين أصيبوا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية. لم تكن الأولى في دير البلح، هناك غارات إسرائيلية وجرائم ارتكبت بحق منازل المواطنين، منزل لعائلة أبو حية ومنزل لعائلة عويضة وآخر منزل أيضا لعائلة أتحدث عويضة وأيضا منطقة أبو حية وأبو مهادي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة. وصل عدد كبير جدا من الشهداء، لكن إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية قالت بوصول 71 شهيدا لمستشفى الشهداء الأقصى خلال 24 ساعة، وهذا العدد وهذه الإحصائية هي أولية وغير دقيقة حتى هذه اللحظات، نظرا
لوصول أعداد أيضا أخرى من الشهداء تم انتشالهم من أسفل ركام المنازل التي قصفت في النصيرات وأيضا في منطقة دير البلح، إضافة لانتشال عدد من الشهداء من أسفل ركام المنازل التي قصفت مؤخرا في منطقة المغازي وفي شاليه أبو الحسين غرب النصيرات وأيضا في منطقة المزرعة في منطقة دير البلح، ما يرفع حصيلة الشهداء لأكثر من ذلك حتى هذه الساعة. محمود لوح مراسل الغد من دير البلح، شكرا لك.